صباح الخير نديمة. صباح الفل يا محمد، ازيك؟ الحمد لله. صباح الفل، ازيك يا محمد؟ الحمد لله على السلامة. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. كله تمام؟ كله تمام. نصبح الناس؟ يلا نصبح الناس. صباح الفل على كل مشاهدي او تي في. طبعا صباحي بعد صباح محمد باش ملوش اي معنى، بس برضه عايزه اصبح عليكم. النهارده حلقه يوم الخميس، والنهارده 16 يوليو 2009، وهيكون فيها معاكم مروان ونردين ومحمد. صباح الفل على مشاهدي او تي في. زي ما قال محمد وزي ما قالت نردين، فمش هنزود كتير. النهارده ان شاء الله فقرات متميزه تعجبكم. الاستاذ محمد معانا ومنورنا النهارده، هنتكلم معاك. هتغني؟ يعني هتغني طبعا، انت عارف. وطبعا كاسباروف محمود سعد. صباح الفل. ملك الشطرنج. ازيك يا مروان؟ اخبارك؟ ازيك يا نردين؟ صباحك منور يا محمد. منور فيك يا حبيبي. باكلنا ايه النهارده؟ انا عامل كل الاكل ده لمحمد النهارده. والله انا شايف ان كل حاجات يا محمد يا محمود. الثلاجه، افتح الثلاجه. اه جوه جوه جوه. انا عامل كابوريا، يعني جمبري مشوي شويه بالبرتقال والروزماري، وعامل رز بشوربه الكابوريا، وعامل كمان كابوريا بشوربه. كابوريا صعبه في اكلها. اه فانا سهلت الموضوع. ان خدت الغطاء اللي فوق وحده الكابوريا، وهنبدا نحشيه. لحظه، وهنبدا نحشيه ونحط الكلام ده في الفرن. عايز اقول لك هتبقى هايله. هتبقى هايله ان شاء الله. لا ان شاء الله. طب نقول عندنا ايه ونرجع بعد كده؟ ركز معايا. يلا اصل الشوربه ده نجيب عيش الواحد ياكلها.